السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الكلمة لك. استهداف الذاكرة اليمنية عبر تدمير الآثار ونهبها وحرق المكتبات والعبث بالتراث هو تجريف حوثي متعمد للتاريخ اليمني وحقد دفين على الإرث الثقافي والحضاري والإنساني لليمن، وهو ما يفسر العبث المتواصل التي تمارسه الميليشيا الحوثية بالآثار والمكتبات والمخطوطات النادرة. وما حدث في مكتبة إزابيد التاريخية من سرقة ونهب للمدينة المصنفة ضمن التراث العالمي والإنساني، ومكتبة بينون الوطنية ومتحفها الثمين الذي يحتوي على قطع أثرية تعود ل3000 عام قبل الميلاد، ومؤخرا أقدمت ميليشيا الحوثي على حرق مكتبة الجامع الكبير ببني بهلول والتي تحتوي على كتب في العقيدة والتفسير والتاريخ والفقه والسيرة النبوية، ما يؤكد حقدها الدفين للتاريخ والتراث والعلم والثقافة والكتاب، وعداء متجذر لدى السلاليين الإماميين الميليشاويين منذ قرون، وكلما سنحت لهم الفرصة أمعنوا في النهب والسرقة والتدمير الممنهج إرضاء لغريزتهم المريضة تجاه تاريخ اليمن الإنساني والحضاري. فما ترتكبه ميليشيا الإرهاب الحوثية بحق التراث والآثار اليمنية أمر متأصل في منهجها، في منهج ميليشيا عدوها الأول العلم والتاريخ، ومنهجيتها المتأصلة لتجريف الهوية الوطنية. وموضوعنا لهذه الحلقة هو ما سبب تدمير ميليشيا الحوثي للتراث اليمني وحرق المكتبات والمتاحف ونهب الآثار. نستقبل مشاركاتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك الكلمة لك. قبل أن أستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم حول النهب الممنهج لميليشيا الحوثي للتراث والتاريخ وحرقها للمكتبات ونهبها للمتاحف والآثار، نستعرض استطلاع الرأي الذي وضعناه على صفحتنا في الفيسبوك، صفحة البرنامج في الفيسبوك، أيضا على حساب قناة سوهيل في التويتر. أما الاستطلاع الذي وضعناه على صفحتنا في صفحة البرنامج في الفيسبوك، سألنا متابعينا ما سبب تدمير ميليشيا الحوثي للتراث اليمني وحرق المكتبات والمتاحف ونهب الآثار؟ هل لخصومة دفينة لدى هذه الميليشيا لتاريخ اليمن، لتراثه، لحضارته، أم للمتاجرة والبيع والنهب وبيعها في سوق النخاسة، في سوق التي طبعا الميليشيا تهرب الآثار اليمنية لتجلب لها بعضا من النقود دون الاكتراث للتدمير الممنهج والدفين للتاريخ اليمني؟ إذن ما سبب تدمير الحوثي للتراث وحرق المكتبات والمتاحف ونهب الآثار؟ هل لخصومة دفينة لتاريخ اليمن أم للمتاجرة والبيع والنهب؟ صوت للخيار الأول أن سبب هذا النهب الممنهج من قبل الميليشيا للتراث اليمني وحرقها للمكتبات هو لخصومة دفينة منذ أن قدم هؤلاء السلاليين إلى اليمن، منذ يعني قدوم الرسي إلى اليمن، والخصومة متجذرة لدى هؤلاء الإماميين في الحقد لكل ما يتعلق بتاريخ اليمن، بتراثه، بعلمائه، بآثاره. إذن خصومة دفينة لتاريخ اليمن صوت لهذا الخيار 72% من المتابعين، للمتاجرة والبيع والنهب 28%، أي أن الميليشيا ربما تلتقي في هاتين الخصلتين، خصومة دفينة وبيع ونهب وسرقة للتراث لجلب الفتات من المال على حساب تاريخ اليمن.
أما في صفحة القناة على التويتر فقد وضعنا سؤالا قلنا فيه لمتابعينا: ما سبب تدمير ميليشيا الحوثي للتراث اليمني وحرق المكتبات ونهب المتاحف والآثار؟ هل لخصومة دفينة لدى هذه الميليشيا لتاريخ اليمن، أم للمتاجرة في سوق النخاسة، متاجرة الآثار والمقتنيات الأثرية اليمنية، أم تجريف الهوية الوطنية، أم كل ما سبق؟ صوت للخيار الأول، أن سبب تدمير الآثار وحرق المكتبات ونهب المقتنيات الأثرية والحضارية لليمن والمتاحف هو خصومة دفينة لدى هذه الميليشيا لتاريخ اليمن. صوت لخيار خصومة دفينة لتاريخ اليمن 19%. 2% صوتوا أن سبب التدمير هو للمتاجرة في سوق النخاسة. أما تجريف الهوية الوطنية فقد صوت لهذا الخيار 10%. كل ما سبق أي الثلاثة مع بعض خصومة للتاريخ تجاه التاريخ اليمني ومتاجرة ونهب وسرقة وبيعها في سوق النخاسة العالمي للتراث وتجريف للهوية الوطنية، صوت لهذا الخيار 69%، أي أن الغالبية العظمى تقول أن كل هذه العوامل الخصومة للتاريخ بالإضافة إلى النهب والسلب والسرقة وتجريف الهوية الوطنية لليمنيين، كل هذا سبب من تدمير ميليشيا الحوثي للتراث والتاريخ اليمني. إذن هذه هي نتائج الاستطلاع الرأي. لدي اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته أخ محمد. أهلا وسهلا بك أخي نبيل. أهلا وسهلا بك أخ محمد، السلام عليكم وعلى الجمهور الكريم. إذن يعني إذا سألتك نفس السؤال الذي وضعناه على الاستطلاع، استطلاع الرأي، ما سبب هذا التدمير الممنهج من قبل الميليشيا للتراث، النهب المنظم، حرق المكاتب، استبدال الرموز الوطنية في المكاتب الوطنية وغيرها إلى رموز الميليشيا، الصريع حسين الحوثي، الهالك بدر الدين الحوثي، أيضا معتوه مران عبد الملك الحوثي، كل هؤلاء يعني تستبدلهم الميليشيا بدلا من رواد التاريخ اليمني ورموز الدولة اليمنية والتاريخ. إذن ما لماذا كل هذا الحقد تجاه التراث والحضارة الإنسانية اليمنية؟ لأن بلا شك أن لليمن حضارة وأن لليمن تاريخ، فهم بذلك هم أعداء للتراث اليمني وللتاريخ اليمني، لأنهم لا يذكر تاريخهم إلا على سبيل القتل والتدمير والحروب. يعني لم يأتي منذ أن دخلت هذه السلالة ومنذ أن دخل في تاريخهم اليمن، وعندما تضعف الدولة لم يأتوا لليمن إلا بكل الدمار، ولا يوجد لديهم حتى فترة من الفترات ارتاح اليمنيين أو انتشر العلم أو انتشر الاستقرار في اليمن، إلا عندما يأتي عند القتل والتدمير والحروب وإذلال الناس والاستعلاء على الناس وإثارة الطائفية بين الناس والسلالة وأنهم أبناء رسول الله. فلذلك ليس لديهم تاريخ مشرف حتى أنهم يبقوا اليمنيين أصحاب الحضارة أبناء الحضارة. التاريخ اليمني لو قرأ واحد الهوية اليمنية، أنا أعتقد أنها إذا قرأناها وقرأنا التاريخ اليمني سنجد ثروة كبيرة وننشرها بين الأجيال لنعتز بهذا التاريخ الكبير لليمنيين منذ عهد سبا إلى الحميريين إلى ما قبل الدولة الإسلامية إلى أن أتى الإسلام إلى مشاركة اليمن في عصر الدولة الإسلامية. يعني تاريخ مشرف وتاريخ مشرق وهوية مشرقة، لدينا تاريخ ولدينا تراث ولدينا، لكن ضيعها هؤلاء السلاليين أو عبر اختراقهم للدولة في عهد علي عبد الله صالح، ضيعوا كل المعالم التاريخية، ضيعوا كل ما يرمز إلى الهوية اليمنية والاعتزاز. فلذلك انظر إلى التاريخ القريب، يعني 50 أو 60 سنة في عهد الزبيري مثلا أو النعمان أو غيره، صاروا في مناهجنا عبارة عن شعراء
مبدعين ليس إلا وليس ثوار فضحوا كل أولئك. يعني كان يكفينا مثلا في المدارس أن ندرس رواية الزبيري أو مذكرات النعمان أو مذكرات السنيدر أو حتى مذكرات الإرياني لنعرف حجمها. يعني عندما تقرأ مذكرات جزيرة الواق للزبيري رواية واق الواق، نعم مأساة واق الواق، عفوا جزيرة الواق الواق، تجد أنه يشرح حاليا كأننا في معركة، كأنه اليوم بيننا وجود هناك في صنعاء يفسر الحالة، لأنه هي نفس المنهج ونفس الاستعلاء ونفس ما مارسوه أجدادهم، هم واصلوها. تختلف الأدوات ويختلف التاريخ، لكن هم أنفسهم. فلذلك لماذا يطمسون التاريخ اليمني؟ لماذا الاعتداء على المدن الأثرية؟ مثلا انظر قلعة القاهرة في تعز، ماذا فعلوا فيها؟ انظر مساجد مدينة حيث مثلا التاريخية مع مدينة زبيد، ماذا فعلوا فيها؟ عندما دخلوا براقش في محافظة الجوف، نعم، فعلوا كل الفاعل. وحتى مأرب، وحتى مأرب، نعم، حتى في مأرب فقط أنهم يستطيعوا أن يصلوا إلى المعبد، معبد بلقيس، أو إلى معبد بلقيس. ماذا فعلوا في منطقة هندل مثلا في دار الحجر؟ كل المساجد الأثرية حولوها إلى مواقع وسكنات عسكرية ليضيعوا يطمسوا تاريخ اليمن. هل يعني يمكن الاعتبار كل هذه الجرائم بحق التاريخ والهوية اليمنية؟ هل يعني ستمضي هكذا دون عقاب، أم أنه يجب أن يكون هناك رصد مكثف لهذه الجرائم ومتابعة حتى الآثار التي يتم تهريبها وبيعها في الأسواق العالمية بأياد حوثية، وربما يعني وفق التعاون الحوثي مع أياد إيرانية، حزب الله وغيرها، لنهب تاريخ اليمن؟ هل نبقى مكتوفين الأيدي أمام كل هذا الاعتداء وهذا التجريف؟ أنا أذكر أخ محمد في 2015 تصريح لخالد اليمني عندما كان وزير الخارجية حاليا مندوب الأمم المتحدة حينها، يحذر في كلمة له في مجلس الأمن من سرقة التراث وسرقة والاعتداء على التراث اليمني، وبذلك يخاطب المنظمات الأممية ويخاطب العالم، يخاطب أن هؤلاء يسرقون تاريخ اليمن ويشير. ولذلك كانت بدأت معالمها منذ أول يوم دخلوا صنعاء مثلا، وأذكر تصريح أنا لوزير الثقافة وهو المعني الأول، قبل ذلك برز كل هؤلاء وزير الثقافة ووزير الثقافة، يقول استهدفوا يعني في حركة رصد قد لا تذكر 33 مألما أثريا وموقع تاريخ يعتدوا عليها، من أبرها جرزها ما ذكرت قلعة القاهرة ومسجد حيس ومسجد زبيد. لكن علينا أن تسجل كل هؤلاء الحالات، يكفي يعني لابد لرصد كل جرائمهم، لابد لرصد كل تحركاتهم، حتى لا يعني يقولوا كما أسلافهم في ثورة بعد ثورة 26 سبتمبر الناس دخلوا في تسامح وغيرهم، وهم استبدلوا بدل الإمامة الهاشمية الإمامية واستبدلوا بالكرافتة ودخلوا ونخروا في الصف الجمهوري حتى أتت ثمارهم في انقلابهم المشهور في 21 سبتمبر. لا بد للرصد، لا بد أن نعي، لا بد أن لدينا وسائل، لا بد أن نستخدم كل ما يمكن، لدينا إعلام، لدينا كل وسائل الرصد، لدينا منظمات. الوقت في 2019 في القمة الحالي ليس ذلك الوقت الذي كان لا يسجل فيه إلا فلان من الناس. نبيل، نعم، ما هي رسالتك لي أيضا للذين يقومون على هذه المتاعب خاصة في مناطق سيطرة الميليشيا؟ ماذا يجب عليهم حتى يحافظوا على أكبر قدر ممكن من هذه الآثار؟ يتم الإبلاغ أو أيضا يتم تصوير أي عبث لهذه الميليشيا؟ ما الذي يجب عليهم؟ لأن هذا التاريخ معني ليس بالدولة ولا بالسلطات المعنية كوزارة الثقافة وغيرها، هي معنية بكل يمني، بكل إنسان يمني. هذا تاريخك، هذا تاريخنا، هو شرفنا. فبهذا الحوثي يريد أن يطمس هوية اليمن، ما الذي يجب عليهم حتى يحموا أكبر قدر ممكن من هذه الآثار وهذا الموروث الثقافي العريق؟
على انا ادعو على كل المعنيين وكل من وكل من مسؤولي سواء على المتاحف او المباني الاثريه او غيرها ان يحافظوا على التراث، فهذه هويتك وهذا شرف اليمنيين وهذا التاريخ لا بد ان نحافظ عليه. فانت في اخفاك او رصدك لكل ما يفعلون به او كل ما ينهبون او كل ما يدمرون، هو انت مثلك مثل الجندي هنالك في نيم او في تعز او في كل الجبهات، فانت مقاتل حقيقي على الارض تستطيع ان تعمل المستحيل، ان ترفد، ان تكثف، ان تتبع. اجي حتى من ابناء صنعاء مثلا الذين قاموا مثلا مدينه صنعاء لها 2500 سنه يعني منذ مدينه صنعاء القديمه، ماذا فعلوا باسوارها؟ ماذا فعلوا بجدرانها؟ رسموا رسوماتهم وسيدهم الهالك وغيرهم على وعلى ابواب الجامع الكبير والازقه القديمه. وكذلك أنت تعرف أن مدينة صنعاء القديمة في عام 1986 على قائمة يعني صنفت وأدرجت على قائمة اليونسكو من التراث العالمي، كذلك أيضا زبيد وغيرها، زبيد وغيرها لا يغير هويتنا، هذه هويتنا التاريخية اليمني. نعم. لو تذكر هويته ولو فهمنا هويتنا التاريخية وفهمنا تاريخ هؤلاء الإمامة، والله أنهم لن يدخلوا في 21 سبتمبر ولن يتحركوا من هنالك من صعدة، لكننا نسينا تاريخنا وتمزقنا أمامهم وأعدنا التاريخ بنفس الأسلوب ونفس المنهج. يعني كلما أقرأ ثورة 48 وثوار 55 والحركة التي كانت تجري جرت قبل انقلاب 21 سبتمبر وكلها، وعندما تقرأ تاريخهم من الريسي إلى ابن الحمزة إلى غيرهم نفس السيناريوهات نفس السيناريوهات ونفس وذات الحقد والممارسة والتدمير. أشكرك. الحقد والتدمير، وبذلك حتى لماذا يدمرون دير القرآن؟ لماذا يدمرون كل يعني يمكن أن يحتله ويجعله مسكنا؟ لكنه يريد أن يمسح هوية الشعب اليمني، تاريخهم وغيرهم. لابد من تسجيل كل الحالات، وأنا أدعو كل المعنيين، لابد لوزارة الثقافة أن تعمل بدورها، وبذلك نحافظ على ما تبقى لنا من شرفنا في تاريخنا. شكرا لك نبيل الفقيه. لدي اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. إذا طبعا قبل أن أستقبل الاتصالات دعونا نتابع هذا التقرير أيضا الذي يرصد نهجا تدميريا وحقدا دفينا لهذه الميليشيا، وهي تستهدف تراثنا وتمعن في تدمير موروثنا الثقافي والحضاري، وأيضا تستهدف أيضا الكتب، الكتاب الذي يقف حجر عثرة أمام تغول هذه الميليشيا. هي لديها خصومة دفينة مع الكتاب، مع العلم، مع المعرفة، مع الثقافة، مع الحضارة، مع التاريخ. لذا هي ميليشيا دموية بلا 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 رؤية سوى التدمير والموت. دعونا نتابع هذا التقرير الذي يرصد نهجا تدميريا حوثيا للتراث اليمني. ينهبون آثار الماضي ويدمرون مؤسسات الحاضر ويغتالون أحلام المستقبل. هم مجرد ميليشيا قادمة أفكارهم من خارج سياق الجغرافيا والتأريخ معا، فلا عجب والحال كذلك أن يتجهوا نحو التأريخ لينهبوا ما يمكنهم بيعه ويدمروا ما لا يستطيعون إخفاءه أو ما يخافون من الحقائق الكامنة فيه. نهب الحوثيين لآثار التأريخ واعتداءاتهم المتكررة عليها وضع سيجعل من فترة انتفاشتهم لطخة سواد في تاريخ بلد تريد عصابة طارئة أن تغير تأريخه الممتد لآلاف السنين. فالحوثيون الذين تكررت المناشدات المحلية والعالمية لإنقاذ صنعاء القديمة من تشويههم الممنهج لها ولمعالمها التأريخية يتعاملون بما هو أسوأ مع الآثار على امتداد الوطن. وإذا كانت مسيرة الدمار حافلة برصيد من الاعتداء على الآثار على امتداد سنوات انتفاشتها، فإن الفترة القليلة الماضية حملت أحداثا تؤكد أن ما ترتكبه الميليشيا بحق التاريخ والآثار أمر متصل في منهج الميليشيا ومنهجيتها، لا أمرا طارئا أو أحداثا فردية. ففي ذمار
أقدمت الميليشيا على تدمير بعض أقسام ومحتويات متحف بينون الأثري ونهب قطع أثرية وكتب ومخطوطات تاريخية، إضافة لإتلاف صور قيادات الجمهورية واستبدالها بصور زعماء العصابة. أما في زبيد فأقدمت الميليشيا على نهب الكثير من المخطوطات التاريخية والإسلامية المخطوطة يدويا والتي يعود تأريخها إلى مئات السنين. وإذا كان غير مستغرب أن ترتكب ميليشيا الجهل ذلك بحق مدينة العلم والعلماء، فإن الغرابة تبقى في التعامل الأممي الأغرب مع ميليشيا تسفك دم الحاضر وتسرق حبر الماضي. حقد الميليشيا على التاريخ والتراث يبلغ حده الأقصى ويبرز من خلاله الحقد الأعمى حين يتعلق الأمر بمخطوطات التراث وكتبه التي تحتوي الوسطية التي أجمع عليها اليمنيون وتجمع حولها على اختلافهم ككتب الشوكاني وابن الأمير الصنعاني، إذ تسارع الميليشيا للتخلص من مثل هكذا كتب لتضع بدلا عنها ملازم الحوثي. ولعل أحدث شاهد على ذلك تمثل في إقدام الميليشيا قبل يومين على إحراق مكتبة الجامع الكبير في مديرية بني بهلول بمحافظة صنعاء، وذلك دليل جديد أن الحوثي لن يتوقف عن إحراق الوطن ومن وما فيه ما دام يمتلك سلاحا في يديه. إذن ما دام السلاح يمتلكه هذه الميليشيا الدموية الإرهابية، فإن الدمار والخراب سينتشر في كل ربوع اليمن ما لم يتداعى اليمنيون لأخذ هذا السلاح من يد هذا القاتل وإلحاقه بالعدالة لينال جزاءه الرادع. عبد الرحمن السالمي، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن، برأيك لماذا كل هذا التدمير الممنهج للتراث اليمني، للتاريخ، للمكتبات، للمتاحف، الحرق، النهب، السرقة، كل هذا على مرأى ومسمع من الجميع، ولم نرى حتى تنديدا من اليونسكو التي تعتبر مثلا مدينة زبيد ضمن التراث العالمي الإنساني، ولكنها صمتت من هذا النهب. أيضا اعتدى الحوثيون على متحف بينون وأخيرا على مكتبة الجامع الكبير ببني بهلول. لماذا كل هذا الحقد تجاه التاريخ اليمني والتراث؟ بداية أخي محمد، أولا دعنا نشكركم ونشكر هذا البرنامج الرائع، وأشكرك من أعماق قلبي على السماح لكل الآراء في هذا البرنامج. طبعا بالنسبة لعصابة الحوثة الكهنوت الإجرامي، هذه أنا أقول يعني إذا انتهت هذه العصابة الشرذمة من أرضنا الغالية العزيزة على قلوبنا، كل مشاكل اليمن سوف تنتهي بدون ما يكون هنالك اقتداث لهذه الميليشيات أعداء الله. لن يكون حلا في اليمن، وما تقوم به هذه المنظمات والأمم المتحدة والأمم المتفرجة ويعني الذي ما شفنا منها إلا الخراب والدمار لن يكون حلا مع هذه الميليشيات. يعني أنا أظن وكل الشعب اليمني يعني يعتقد أن هذه الميليشيات الغادرة الخائنة العميلة قد اعتدى على أبناء الشعب اليمني بما لم يعتدي به لا القاعدة وهي صديقتها، ولا داعش وهي زميلتها، ولا كل الجماعات الإرهابية. هذه فاقت كل الجماعات، ميليشيات الحوثي الخائنة العميلة فاقت كل الجماعات الإرهابية. لماذا تحقد على التاريخ اليمني، على التراث، على المكتبات، على المتاحف؟ لأن هذه الميليشيات ببساطة هذه الميليشيات لديها أفكار يعني ليست يمنية، ولديها يعني منهج ليس يمني. انظر يعني الآن عندما يريدون، من كان يصدق أن هنالك يتجرأ شخص أن يفجر مسجد، أن يفجر دار قرآن، أن يفجر مدرسة، أن يفجر بيت؟ من كان يتوقع هذا الكلام؟ من كان يعني أنت يعني لو 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 يعني مع الوقت، وبإذن الله أنا أبشر أن هذه الميليشيات ستذهب إلى مزبلة التاريخ، ولكن الأجيال اللي بعدنا قد ربما لا يصدقون هذا الكلام اللي نعيشه الآن. هذه الميليشيات التي تنتهك الأعراض، هذه الميليشيات لا تعترف بتراث، ولا تعترف بتاريخ، ولا تعترف بحضارة، ولا تعترف بوطنية. هذه الميليشيات
يعني منهجها هو التدمير والخراب. أنا أقول أخي العزيز الغالي، نعم، الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنا أقول إذا ظلت يعني إذا ظلينا بهذا الشكل، فأنا أقول والله أننا لن ننتصر على الحوثي. أنا أقوله بكل وضوح، إذا ظلنا كل حزب يعني ينتقد الحزب الآخر، كل حزب يعني أنا أظن أن هذه الثمان السنوات اللي مرت كافية بما فيه الكفاية. وأنا أقول أخي العزيز الآن، وهذا يعني الكلام يعود علي أنا لا يعود على أي أحد، عندما نجد في قنوات الشرعية، في قناة سهيل، في بقية القنوات، يعني لحد الآن ثمان سنوات من نكبة فبراير، ومع ذلك لازلنا إلى الآن لم نفهم الدرس. يعني فبراير يا عبد الرحمن، فبراير ثورة ولم تفجر ولم تدمر، كانت ثورة سلمية يعني آمن بها اليمنيون لأنها كانت تعبر عن تطلعاتهم وأحلامهم. لن أسمح لك يا عبد الرحمن أن تنال من ثورة فبراير. في ثورة فبراير كان الشباب يواجهون الرصاص بصدور عارية، والجميع كان يعرف، لم يفجروا، لم يدمروا، لم ينهبوا. نعرف جيدا من الذي أتى بالحوثيين من كهوف صعدة. لماذا لم نكون صادقين على أنفسنا؟ إذن فلنكن صادقين على أنفسنا ونواجه هذا العدو اللدود، لا أن نستفز الآخر. لنا سنة من يوم ما ذهب علي عبد الله صالح، يعني الحين ماذا حققنا بعد؟ لا تنسى أن الذي جلبهم وفتح لهم، إذا كانت ثورة فبراير منحت الحوثيين خيمتين، فعلي عبد الله صالح منعهم الجيش والسلطة والدولة والمعسكرات والمخازن. لماذا؟ اسمعني يا عبد الرحمن، اسمعني، يجب إذا كنا سنحاول أن نستعيد ثارات وصراعات سابقة، فهذا يعني سيكون الحديث عبثي. هذا هو الكلام. أنا أقول لك لدينا عدو واحد، كيف نستطيع أن نواجهه وأن ننقذ تاريخنا وحضارتنا؟ هذا ما يجب أن نفعله. أشكرك كل الشكر عبد الرحمن السالمي. إذن أبو محمد الأسلمي، مرحبا بك أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييك أخي محمد وأحييتكم العاملين على قناة سهيل الفضائية. حياك الله أبو محمد. أبو محمد، يعني تدمير ممنهج للتاريخ، للحضارة، للمتاحف، للآثار. مثلا متحف بينون تم نهب وسرقة مقتنياته التي تعتبر منذ 3000 عام قبل الميلاد، تاريخ يمني عريق. أيضا مكتبة زبيد التي تعد من أرقى ومن أغنى وأثرى المكتبات الإسلامية، لما لها من أهمية بالغة في الفقه، في السيرة، في التاريخ، في المعاجم، في التراجم وغيرها. إذا ما الذي يجعل هذه الميليشيا يعني تدمر وتجرف التاريخ اليمني والهوية الوطنية؟ يا أخي العزيز، هذا الشجرمة الحوثية الذي قامت بنهب وتدمير مخازن زبيد التاريخي، هذا لا ينفع معها إلا الحزم العسكري وقوة السلاح، غيرها ما ينفع معهم غير ذلك. يعني لا يجب أن نداهن، أن نحاور الحوثي، أو أن يعني نلهث وراء حوار كما السراب في سلام مع ميليشيا تمارس كل يوم القتل، التدمير، التجريف. يا أخي العزيز، هذا الميليشيا الحوثية ليس لها عهد ولا لها أمان ولا لها شيء، حتى هي مبدئيات، لأنها هي تحاول تقيم المنصب اليمني الجديد إلى الجهل، وتدمير الحوثيين هذا يسبب مشكلة على اليمن. وأرجو هناك على قبائل ما ينضمون مع أخواننا في حجور وأخواننا في مستبى، قبائل مستبى ومشايخ وأعيان لانضمام الحجور، وأتمنى التوفيق والمزيد من التقدم للقوات الشرعية في محور حرب، وأهن الآخر العميد محمد الحجوري قائد محور حرب له كل الاحترام، وعلى التقدم الذي يقوم به في محور حرب. يعني أنت يعني أنت من أسلم الشام؟ أنا من أسلم الشام، وأتمنى أن تقوم قبائل مديرية أسلم الكامل والانضمام، وأدعو الأخوة المتمحوذين في مديرية أسلم، نعم،
عدوى الشيخ ماجد وعدوى الشيخ جلال فندي شيخ مشايخ مديرية أزلم وعدوى الشيخ المشايخ بالكامل. الحوثي لن ينفعهم وسيتركهم في منتصف الطريق يواجهون مصيرهم. أشكرك أبو محمد الأسلمي، وصلت رسالتك. مشاهدي الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لمتابعة واستعراض آرائكم وما كتبتم عن تجريف الميليشيا الحوثية للتاريخ والتراث والحضارة والهوية الوطنية اليمنية. ابقوا معنا. بكم من جديد مشاهدين الكرام في برنامج الكلمة لك. في هذه الحلقة نناقش موضوع ميليشيا الحوثي، تجريف للتاريخ ونهب للتراث وخصومة دفينة للعلم والكتاب. دعونا نستعرض أبرز ما ورد قبل أن أستعرض الكتابات التي أيضا كتبها ناشطون وسياسيون وصحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي يستنكرون فيه الحقد الحوثي. دعونا نتابع هذا الفلاش الذي يرصد في دقيقتين وعشرين دقيقة وعشرين ثانية عن السبب الذي يجعل الميليشيا الحوثية ومن أين يستمدون كل هذا الحقد على التاريخ اليمني والنهب المنظم. هم يقدسون ويعظمون بدايا أعمدة في مارب أو في آثار دولة معين أو آثار دولة سبا في مارب وفي الجو وفي غيرها، وأن هذا هو تاريخنا وأننا كنا أصحاب حضارة وكنا كان يحوي ماضي هذه المدينة. طبعا هذا المتحف تعرض لقصف ميليشيا الحوثي. وحسين الحوثي أيضا يستمده، وهو تراث متداول لدى موروث متداول لدى السلالة الهاشمية الإمامية منذ أن وطأت أقدامها الشيطانية على اليمن. أما طبعا أكثر المواضيع التي استعرضها المتابعون هو عن ما حدث في مكتبة بني بهلول، بالإضافة إلى زبيد وغيرها من الانتهاكات الحوثية.
إذن قام مسلحون تابعون هذا موقع وحساب صنعاء اليوم، يقول قام مسلحون تابعون لجماعة الحوثي بإحراق مكتبة تابعة لمسجد الحمامي في مديرية بني بهلول التابعة لمحافظة صنعاء، علما بأن هذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها الحوثيون على مراكز دينية أو مساجد في مناطق سيطرتهم. الحوثي يحرق المساجد، الحوثي ينقض العهود، هكذا يعني تمارس الميليشيا العبث بحق مكتبة في بني بهلول في منطقة نائية. كل هذا الحقد لأي يعني حينما يرون التراث والتاريخ والعلم والمعرفة يشعرون بالرعب والخوف والهلع، لأنهم جهلاء متخلفون ويحملون حقدا دفينا للعلم. عبد الكريم المدي يقول عبيد إيران ميليشيا الحوثي الإرهابية تحرق مكتبة مسجد الحمامي في بني بهلول بمحافظة صنعاء في جريمة جديدة تضاف لجرائمها في تفجير المساجد والمدارس وتحويلها إلى سجون وأماكن لمضغ الجات وحبك المؤامرات والدسائس. يا أبناء اليمن، من كان في قلبه ذرة إيمان فلينتفض بوجه هذه العصابة السلالية. أما الدكتور محمد جميح فقد أيضا نقل الفيديو الذي يستعرض نهب حرق الميليشيا لجامع الحمامي، يقول الحوثيون يحرقون مكتبة جامع الحمامي في بني بهلول، كتب من التراث الإسلامي في التفسير والفقه والسيرة وغيرها أضرموا فيها النار. أي جماعة هذه؟ تلك التي تضرم النار في علم، في تراث، في كتب من المعرفة، في العقيدة الإسلامية، في التاريخ، في التفسير، تفسير القرآن الكريم، وهم يقولون عن أنفسهم أنهم مسيرة قرآنية. بالفعل هو حقد إمامي، وأقصد هنا حينما قلت السلالة الهاشمية الإمامية، لأن هناك هاشميون متضررون من تغول هذه الإمامة الكهنوتية. إذن معمر الإرياني يكتب، وزير الإعلام يكتب عن إحراق الميليشيا الإيرانية مكتبة الجامع الكبير في مديرية بني بهلول بمحافظة صنعاء التي أسسها وأثرها رئيس الوزراء اليمني الأسبق محسن العيني، والتي تم شراؤها عبر سنين من تبرعات الأهالي، وتحتوي على مجموعة نادرة وقيمة من أمهات الكتب. جريمة جديدة بحق المساجد اليمنية ومكتباتها. يضيف أيضا معمر الإرياني يقول جريمة حرق المكتبة التي تحتوي على كتب قيمة واستبدالها بالملازم الحوثية لحسين الحوثي تأتي في سياق محاولات الميليشيا طمس هوية اليمنيين، وتؤكد الأجندة الطائفية المستوردة من طهران والدخيل على قيم ومعتقدات شعبنا اليمني، وهي جرائم إرهابية سبقتهم إليها التنظيمات الإرهابية. محمد جميح أيضا علق على أحد القراء الذي أيضا أورد تعليقا على أن الكتب التي أحرقتها الميليشيا هي كتب وهابية. انظروا إلى هذا التبرير الأعمى والأهوج. يقول علق أحد القراء على فيديو إحراق الحوثيين الكتب من مكتبة مسجد الحمامي في منطقة بني بهلول صنعاء بأنها كتب وهابية، وكأن تفسير الطبري من تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وحتى لو كانت كتبا وهابية فحق الكتاب أن يرد عليه بالكتاب لا بالنار. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، رحم الله المتنبي. أحمد الضحياني يقول أقدمت ميليشيا الحوثي الاثنين الرابع من فبراير 2019 على ارتكاب جريمة جديدة بحق المساجد التاريخية ومكتباتها العامرة بالمخطوطات وكتب التراث بإحراق مكتبة الجامع الكبير في مديرية بني بهلول بمحافظة صنعاء، وتحتوي المكتبة على مجموعة نادرة وقيمة من الأمهات، أمهات الكتب والمتون، والكثير من الكتب القيمة والنادرة. أما تحالف رصد وهو منظمة حقوقية يقول أنباء عن قيام مسلحين تابعين لميليشيا الحوثي بإحراق مكتبة تابعة لمسجد الحمامي في مديرية بني بهلول التابعة لمحافظة صنعاء، علما بأن هذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها الحوثيون على مراكز دينية أو مساجد، حيث وثق فريق تحالف رصد تفجير 45 مسجدا ودورا للقرآن خلال 4 سنوات. هذا ما تم توثيقه، وما خفي كان أعظم. شؤون إقليمية
هو حساب يقول عن نفسه شؤون إقليمية. الميليشيا الحوثية الإيرانية تحرق مكتبة الجامع الحمامي في بني بهلول، مئات المصاحف وأمهات الكتب، كتب دين وتاريخ وسيرة أثرية ومخطوطات نادرة تذهب ضحية الحقد الفارسي على العرب والإسلام، لأن هذا الحقد ليس يمني ولا حتى إسلامي للتراث اليمني. أما حنان اليماني تقول: بعد أيام من العبث بمتحف بينون في مديرية الحدى بمحافظة ذمار، عصابة الحوثي تحرق مكتبة مسجد الحمامي في بني بهلول بمحافظة صنعاء في جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائمهم الطائفية الهادفة إلى فرض فكرهم العنصري، تختتم قولها: قاتلهم الله. أيضا الدكتور محمد جميح يتحدث عن المتحف بينون، يقول: مساء السبت أيضا قبل طبعا أسبوعين اقتحم الحوثيون متحف بينون بمديرية الحدى ذمار ونهبوا كل محتوياته الأثرية من القطع والمخطوطات الأثرية وكتب التاريخ اليمني النفيسة ونقلوها لمكان مجهول. نزعوا أيضا صور رموز اليمن الجمهوري من صالات المتحف وعلقوا صور بدر الدين وحسين وعبد الملك الحوثي. أما اليمن الآن، حساب اليمن الآن في تويتر يقول: ميليشيا الحوثي الانقلابية تقتحم متحف بينون بالحدى في ذمار وتعبث بمحتوياته وتنهب قطعا أثرية وتملأ جدرانه بصور قتلها وتنزع صور رموز ثورة 26 سبتمبر. طبعا أما الدكتور المعمر الإرياني أيضا يضيف ويدعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى وفي المقدمة منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة لإدانة هذا الفعل الإجرامي والضغط على الميليشيا الحوثية لإعادة المنهوبات من مكتبة زبيد ووقف كل أشكال الاعتداء على الآثار والمواقع الأثرية والتاريخية التي يعود عمرها لآلاف السنين. الدكتور محمد جميح وهو مهتم برصد التاريخ والذاكرة اليمنية وأيضا رصد التجاوزات الحوثية على صفحته في تويتر وحتى في الفيسبوك يقول: سرقت الحوثيين للمخطوطات من مكتبة زبيد التاريخية تعد جزءا من حملة منظمة لاستهداف الذاكرة. زبيد إحدى أقدم المدن الإسلامية، واستهداف مكتبتها يشير لجهود الحوثيين الطائفية لمحو الذاكرة. الإيسيسكو مطالبة بأكثر من الإدانة واليونسكو كذلك. إبراهيم عبد القادر أيضا كتب يقول: سرق الحوثيون كل شيء دون استثناء، مؤسسات الدولة والبنوك والمساعدات والمنازل والمحلات والشركات والصرافة، ولا زالوا كل يوم يبتكرون وسائل للسرقة. بنوا العمائر والفلل والأرصدة بسوق سوداء تتنامى يوميا وتتسع. إيسيسكو تقول: الحوثي سرق مخطوطات وكتب تاريخية وعلمية ونفائس نادرة من مكتبة زبيد. إذن حقد الحوثي أو حقد الميليشيا الحوثية على التاريخ والتراث يبلغ حده الأقصى، ويبرز من خلاله الحقد الأعمى حين يتعلق الأمر بمخطوطات التراث وكتبه التي تحتوي الوسطية التي أجمع عليها اليمنيون وتجمعوا حولها على اختلافهم ككتب الشوكاني وابن الأمير الصنعاني، إذ تسارع الميليشيا الحوثية للتخلص من مثل هكذا كتب لتضع بدلا عنها ملازم الهالك الحوثي. ولعل أحدث شاهد على ذلك تمثل في إقدام الميليشيا الحوثية قبل يومين على إحراق مكتبة الجامع الكبير في مديرية بني بهلول بمحافظة صنعاء، وذلك دليل جديد على أن الحوثي لن يتوقف عن إحراق الوطن ومن فيه وما دام يمتلك سلاحا في يديه. شكرا لكم مشاهدينا، في أمان الله.